السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة مع بعض بنشرح تاني حصة منهج ديسكوفر ليسون 5، تاني حصة في منهج ديسكوفر برايمري 3 الترم الاول، طبقا لاخر تعديل على المنهج. النهاردة مع تاني حصة من منهج ديسكوفر الترم الاول برايمري 3 الترم الاول، وهناخد مع بعض ليسون 5، وهي طبعا اسمها A New Year. منهج ديسكوفر الصف الثالث لابتدائي الترم الاول ليسون 5 A New Year. وطبعا هنا الاكتيفيتي بتقول، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا قبل كده احنا بنشرح المناهج برضو طبق من كتاب المعاصر، زي ما شرحناها من كتاب الوزارة طبقا لاخر تعديل. اللي عايز يشوف الشرح من كتاب المعاصر هيلاقيها موجودة، اللي عايز يشوف شرح الدروس من كتاب الوزارة هيلاقيه موجود ومتاح على القناة. وطبعا زي ما قلنا ده كتاب المعاصر اخر حاجة، اخر تعديل حصل على المنهج. هنا الاكتيفيتي بيقول Read the following stories and answer the questions. يعني اقرا القصة التالية وبعدين جاوب على الأسئلة. فهنا الفولوينج ستوري بتقول A new year. One morning Adam went to his new school and there he met his friends. سارة، عمر، أميرة، and باسم. Adam said to them, How are you? They said, We are fine. How are you, Adam? He said, I am fine. Adam said, I am pleased. Very pleased. يعني أنا سعيد جدا. I am very pleased to meet you. أن أنا قابلتكو. We will do our project in the classroom together. إحنا هنعمل المشروع بتاعنا في الفصل مع بعض. Together يعني معا طبعا زي ما إحنا عارفين كلنا. طبعا في الباراجراف التاني أو التكست التاني بيقول Each of us must give his opinion opinion يعني رأي to do the project. Omar said, So what do you think, Adam? Adam said, We will do a drawing competition. فبيقول لهم احنا هنعمل مسابقة رسم طبعا، وطبعا كل واحد فيهم المفروض ان هو يقول رأيه في المسابقة دي. في الباراجراف التالت طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا هنا سارة لافت يعني سارة ضحكت at Adam's idea على فكرة آدم and said this competition does not benefit our health. benefit يعني ما فيش أي فايدة منها، our health لصحتنا. we must do a competition for running. احنا عايزين نعمل مسابقة في الجري، احنا لازم نعمل مسابقة في الجري. because sport is important to our health and body. لان الرياضة مهمة لصحتنا ولجسمنا. فهنا طبعا ادم كان ادم was angry at Sarah and walked out. ادم كان غاضب وسارة مشيت. طبعا احنا لازم نتدرب على الريدنج، لان الريدنج مهم جدا يا اصحابي، واحنا كبرنا خلاص لازم نقرا الكلام ده لوحدينا. ادم was angry at Sarah and walked out. ادم غضب وطبعا من سارة ومشي وساب المكان اللي هما فيه. طبعا احنا لازم نتدرب على الريدنج يا اصحابي، لان الريدنج مهم جدا، احنا ما عدناش صغيرين. هنا طبعا في الصفحة اللي بعد كده بيقول لنا asking for help. when Adam come home and sit with sit يعني جلس، ده الماضي بتاع sit. sat with his family to have lunch. His father asked him, What was your day at school? Adam said, I am angry. My friend Sarah laughed at my idea. His mother said, Why don't you think more about the idea of your friend? بتقول له ليه انت مفكرتش في رأي اصدقائك او صديقتك، يعني في رأي صديقتك. You can
change your mind. You can change your mind. يعني أنت ممكن تغير رأيك. His father said we must collaborate. إحنا عرفنا قبل كده يعني معناها تعاون. And have empathy. Empathy يعني تعاطف, يبقى بيننا وبين بعض تعاطف ونحس ونتعاطف مع بعض. For our friend, you must take a vote for the best idea. لازم تعملوا voting أو تعملوا تصويت على أفضل رأي من الآراء بتاعتنا. طبعا ده كان العنوان بتاع الباراجراف ده asking for help, أو إن أنت إن هو آدم كان بيطلب المساعدة من باباه ومامته وبيسألهم يعمل إيه في المشكلة. طبعا making a decision أو إن هم ياخدوا قرار. فهنا بيقولوا On the next day, Adam went to school and apologized. يعني اعتذر. Apologized to his friend, sir, and said, "We must take votes in order to know the best idea." إحنا لازم نعمل تصويت عشان نعرف مين صاحب الأفضل, عشان نعرف إيه هو أفضل رأي من الآراء الخاصة بالcompetition دي. When they took the votes for Adam are the same as votes for Sarah. لما هم خدوا الأصوات لقوا الأصوات العدد الأصوات اللي صوت لآدم زي بالظبط أو قد عدد الأصوات اللي صوت لسارة. عندنا هنا طبعا تحت الباراجراف ده choose و put true and false, ده homework عليكم. What would you do يعني انت ممكن كنت تعمل ايه. What would you do, ما الذي سوف كنت تفعله, انت كنت هتعمل ايه في الموقف ده. طبعا هنا ده homework, بس تعالوا كده نقرا مع بعض ونحل جزء منه. طبعا الاكتيفيتي ده بيقول match each picture with the suitable reaction. Reaction, suitable reaction يعني مع رد الفعل الصحيح. Note there may be more than one correct answer. لاحظ ان ممكن يكون هناك اكتر من اجابة واحدة صحيحة, ممكن يكون عندك اكتر من اجابة صحيحة. فهنا في الصورة الاولانية دي your friend makes something wrong, صديقك بيعمل حاجة غلط. الصورة التانية your friend makes fun of you, صديقك بيسخر منك, بيضحك عليك وبيفرج الناس ان هو بيسخر منك. Your friend doesn't listen to you to your ideas. صديقك مش بيسمع لآرائك, مش بيسمع لأفكارك. Your friend tells your secret to other friends, or your friend spreads a rumor. Rumor يعني إشاعات, بينشر الإشاعات about you, عنك. صديقك بينشر الأخبار, صديقك بينشر أسرارك بين أصحابك التانيين, أو بينشر إشاعات حواليك وما بيقولش حاجة صحيحة, بيقول كلام غلط حواليك. Your friend makes a wrong behavior with you, صديقك بيعمل سلوك خاطئ معاك. طبعا هنا في بقى عندك لازم توصل الصور دي بحاجة من الحاجات دي. فهنا بتقول مثلا, هنا بيقولك مثلا المفروض ask your friend to stop. فاحنا هنا مدينا بعض الاختيارات المفروض نوصلها بالصور اللي احنا أرينا تحت منها العبارات دي. فبيقولك أول حاجة ask your friend to stop, إن أنت تطلب من صديقك إنه يتوقف. Walk away and find other friend to be with, امشي بعيد وشوف صديق وشوف أصدقاء تانيين عشان يبقوا معاك. Say nothing and walk away, ما تقولش حاجة وامشي وخلاص. Ask for an apology, اطلب اعتذار. واخر حاجة بيقول لك get help from an adult you trust. Adult يعني شخص بالغ, you trust انت بتثق فيه, حاول تحصل على مساعدة من شخص بالغ انت بتثق فيه, اللي هو زي بابا وماما او التيتشر بتاعك. طبعا ده هوم ورك عليكم لازم تحلوه, وكل واحد يوصل بقى كل موقف من المواقف دي بالسيوتابل رياكشن او برد الفعل الصحيح المناسب اللي هو يعمله في الموقف من المواقف دي. طبعا ليسون 6 عندنا اسمها كوميرشلز او اعلانات تجارية, ازاي نعمل اعلان تجاري
وطبعا ده اكتيفيتي وده بروجكت المفروض هنعمله في الكلاس روم. فهنا بيقول لنا في الاكتيفيتي بتاع ليسون 6 look at the following commercial then design your commercial of your favorite product يعني بص على الاعلان التجاري اللي احنا عاملينه ده واعمل انت بقى الاعلان التجاري عن المنتج المفضل بتاعك. فبيقول لك هنا the product او المنتج هو chocolate cake او كيكة شوكولاتة. it costs هي بتكلف 6 pounds او 6 جنيه. its description او الوصف بتاعها 3 small pieces of chocolate cake 3 قطع صغيرة من كيكة الشوكولاتة in a box في علبة او في صندوق. used materials او المواد المستخدمة هي الفلور او الدقيق eggs البيض milk اللبن الفانيليا baking soda sugar السكر and chocolate والشوكولاتة. suitable for هي مناسبة لي babies الأطفال الرضع kids الأطفال الأكبر منهم شوية and adults والبالغين كمان. sharing commercials on الإعلان التجاري ده بيتم مشاركته على التي في أو التلفزيون طبعا انترنت على الانترنت and newspapers والجرائد كمان. طبعا هنا my commercial أو إعلاني التجاري طبعا هنا مدي لك نفس المعلومات الخاصة طبعا هنا مدي لك نفس البيانات اللي المفروض تملاها زي المنتج اللي فوق بس هتعملها عن الفيفوريت برودكت بتاعك او المنتج المفضل بتاعك وهتحط له هنا كمان صورة. فده هومورك. طبعا عندنا هنا في ليسون 7 your assessment او التقييم بتاعك. فهنا بيقول لك في الاكتيفيتي look at the following commercial then answer the questions below. انظر على الاعلان التجاري ده وبعدين جاوب على الاسئلة اللي تحت. فهنا بيقول لك natural juice provides our bodies with minerals العناصر المعادن minerals يعني المعادن او الاملاح المعدنية اللي احنا محتاجينها لجسمنا and vitamins والفيتامينات. عصير طبيعي بيمدك بالمينرالز او الاملاح المعدنية والفيتامينز كمان واللي جسمك محتاجها. فهنا بيقولك اورنج ابل مانجو وجوافة دي العصاير اللي هم بيبيعوها. بيقولك هنا ده ب5 باوندز كلهم ب5 باوندز فكلهم نفس السعر تقريبا وكلهم طبعا فريش. فهنا طبعا ده الكوميرشال بتاعهم. فهنا بيقول لك كومبليت. فهنا بيقول لك ذا برودكت از البرودكت بتاعهم او المنتج بتاعهم هو جوس او فروت جوس هي يبقى هم بيبيعوا عصير. ات كوستس 5 باوندز. فاكتس اباوت ذا برودكت حقائق عن المنتج. فطبعا ايه الحقائق اللي عن المنتج ممكن نكتب الكلام اللي هم بيقولوا natural juice provides our bodies العصير طبيعي بيوفر لأجسامنا with minerals بالعناصر المعدنية أو بالمعادن أو بالأملاح المعدنية and vitamins والفيتامينات كمان. هنا بيقول لك put true or false ضع علامة صح أو خطأ. فthis product is unhealthy دي true ولا false دي false طبعا لأن هو healthy product the fresh وبيديك فيتامينات ومعادن. Do the commercial use attractive packaging? But packaging يعني تغليف. هل يا ترى الكوميرشال ده او الاعلان التجاري ده بيستخدم attractive جذاب packaging تغليف جذاب يعني بيستخدم attractive packaging ولا لا؟ فهو بيقول لك هنا do the commercial use attractive packaging الاعلان التجاري ده بيستخدم تغليف جذاب packaging يعني تغليف واتراكتيف يعني جذاب. الاعلان التجاري ده بيستخدم attractive packaging. انت شايفين ده true ولا false؟ true.
ترو طبعا، لان هو العبوات شكلها جميل وكويس. واخر حاجه بيقول لك هنا do you prefer، هل انت تفضل this product or not، المنتج ده ولا لا. فانت هتكتب هنا yes I do او no I don't، يعني انت بتفضله ولا لا على حسب طبعا رايك الشخصي. نروح لليسون 8 او الدرس الثامن، وهو strategies I can use او استراتيجيات انا ممكن استخدمها. يعني ايه استراتيجيه؟ يعني طريقه بنستخدمها في التفكير وفي حل المشكله. عندنا مشكله او عندنا حاجه عايزين نعملها معينه، دي تعتبر مشكله بتواجهنا. احنا عايزين نعمل مثلا حاجه معينه، نطبخ طبخه معينه، نصلح حاجه معينه، نشتري حاجه معينه، نبيع حاجه معينه. دي بالنسبه لنا وبالنسبه لعقلنا تحدي او نوع من انواع المشاكل اللي احنا بنحلها. ففي استراتيجيات بيستخدمها عقلنا واحنا بنستخدمها علشان نحل اي مشكله بتواجهنا. فهنا بيقول لك strategies I can use او استراتيجيات انا ممكن استخدمها. فهنا مثلا في الاكتيفيتي ده بيقول لك read the following strategies that are used for life skills then answer the questions. used for life skills بنستخدمها لمهارات حياتنا، then answer the questions بعدين جاوب على الأسئلة. طبعا life skills أو مهارات الحياة فيها حاجات كتيرة جدا. هنا مثلا بيكلمك عن ازاي بتتعامل مع أصحابك، فهنا بيقولك speaking clearly، ان انت تتكلم بوضوح. thinking before speaking، ان انت تفكر قبل ما تتكلم. listen to others، listen to others ان انت تسمع للآخرين. sharing my ideas and respecting others ideas، ان انا اشارك ارائي وافكاري وان انا كمان احترم اراء وافكار الاخرين. helping someone in need if needed، helping someone if needed ان انا اساعد شخص ما لو هو محتاج المساعده دي. وsetting goals، setting goals طبعا ده وضع الاهداف، ودي مهاره من المهارات، ودي استراتيجيه من الاستراتيجيات قصدي، ودي استراتيجي مهمه جدا علشان تحقق اهدافك لازم تكون حاطط goals او اهداف. فهنا بيقول لك choose او اختار، وبيقول لك طبعا we use، وبعدين نقط strategy in critical thinking skills، بنستخدم الاستراتيجية دي في مهارة التفكير الناقد اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. فبيقول لك A setting goals، B helping someone if needed، C thinking before speaking، و D بيقول لك listening to others. بنستخدم أي واحدة من دول في الـ critical thinking skills؟ طبعا setting goals ان احنا نحط اهداف. التفكير الناقد ان انت عشان تحل اي مشكلة لازم طبعا تحط هدف ان انت تحل المشكلة دي مثلا. طيب اتنين، طب number two بيقولك هنا we use، احنا بنستخدم نقط strategy، استراتيجية دي if in self management skill، في مهارة إدارة التحكم في الذات أو التحكم في مهارة التحكم في الذات. speaking clearly ولا thinking before speaking ولا listening to others ولا setting goals. speaking clearly أو thinking before speaking. speaking clearly إن أنت تتكلم بوضوح، أو thinking before speaking إن أنت برضو تتحكم في نفسك وتفكر الأول قبل ما تتكلم. دي ليها دعوة بالسيلف مانجمنت سكيل او مهاره التحكم في الذات. طب في رقم 3 او في نمبر 3 بيقول لك وي يوز نقط استراتيجي ان كوميونيكيشن سكيلز، ان كوميونيكيشن سكيل احنا بنستخدم دي في مهاره التواصل. listening to others ولا setting goals ولا thinking before speaking ولا speaking clearly. listening to others ان احنا لازم نسمع الاخرين واحنا بنكلمهم، فدي برضو من الكوميونيكيشن سكيلز. وممكن برضو speaking clearly لان انت بتتواصل معهم وانت بتتكلم، فدي او اي واحده من دول ممكن تبقى صح. طب نمبر 4 بيقول لك يو يوز ان وي يوز، احنا بنستخدم نقط استراتيجي، استراتيجيه دي ان كولابوريشن سكيل، كولابوريشن سكيل او مهاره التعاون. listening to others ولا sharing my ideas and respecting others ideas ولا speaking clearly ولا setting goals. listening to others أو sharing my ideas and respecting others ideas. أيوة طبعا، ليه؟ لأن دي من مهارات collaboration skill أو مهارات التعاون أو مهارة التعاون، فلازم نسمع الآخرين
ونشاركهم كمان رأينا، فدي صح ودي صح كمان. طبعا عندنا هنا my goal او هدفي، وده homework. هنا الاكتيفيتي ده بيقول لك set a goal for you. Then write it and complete the diagram، يعني اكتبه وبعدين كمل الدياجرام اللي موجود عندنا هنا، وبعدين كمل الدياجرام او رسم البياني اللي موجود عندنا تحت. فهتكتب هنا my goal، وهتكتب هنا life skills used in my goal، اللايف سكيلز اللي انا هستخدمها عشان احقق هدفي، هتعمل عليها تك. وبعدين هتكتب هنا strategy used to improve life skill، الاستراتيجيات اللي انت استخدمتها عشان تعمل improve او تعمل تطوير، تعمل تحسين لللايف سكيلز بتاعتك، used in my goal اللي انا وصلت لها في تحقيق هدفي. بكده نكون وصلنا لبيج 32 او صفحة 32 في الديسكوفر، وفي ديسكوفر كتاب المعاصر الترم الاول المنهج الجديد. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. عندنا طبعا كل اسبوع بنشرح 4 lessons او 4 دروس علشان نخلص المنهج قبل الترم ما يخلص ان شاء الله، والهومورك بتاعنا لازم يتحل كل مرة. اتمنى ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.